dans ce monde. Tous ensemble, soyez heureux dans ce monde. هنكملها ايامنا جايه بنا نستنى ليه جاي اللي الدنيا بحالها وشباب الدنيا مالها الفرحه دي هنكملها ايامنا جايه بنا نستنى Soyez heureux dans ce monde. Soyez heureux dans ce monde. يعني نكون جميعا سعداء في هذا العالم إن شاء الله. صباح الخير وصباح السعادة على كل مشاهدي قناة في كل مكان. زي ما مقدمة البرنامج النهاردة كانت مختلفة, كمان الأسبوع كله النهاردة الأسبوع ده كله هيكون مع حضراتكم مختلف بشكل كبير. هنكون مع حضراتكم من شرم الشيخ من مدينة السلام, بداية من بكرة. بكرة افتتاح منتدى شباب, منتدى العالمي للشباب, هيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من الرؤساء والأمراء وملوك الدول المختلفة, أيضا عدد كبير من المسؤولين في هذه الدول, بالإضافة لحوالي 3000 شاب من مختلف أنحاء العالم. هنكون مع حضراتكم إن شاء الله على مدار الأسبوع, بداية من بكرة من شرم الشيخ, وهننقل لحضراتكم بشكل يومي الفعاليات اللي بتتم في المنتدى. برحب بحضراتكم طبعا في البداية, وحلقتنا النهاردة هنبدأها بمجموعة من الأخبار, هنتعرف على حالة المرور والطقس, وبعدين هننتقل لفقرة الصحافة ومتابعة لأبرز عناوين الصحف النهاردة. ضيفنا فيها يكون إسلام كمال مدير تحرير روز اليوسف. بعد كده فقرة مهمة عن منتدى شباب العالم واللي هينطلق النهاردة, هنتكلم عنه بشكل مفصل مع ضيفنا دكتور يوسف شعبان مرشح البرنامج الرئاسي لإعداد القيادات بوزارة الشباب والرياضة. الفقرة الثالثة هتكون فقرة سبعة في تلت, وهنتابع فيها أهم اللي اتكتب على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع, هنعلق عليها في وجود ضيفنا شريف أسعد الكاتب الساخر. الفقرة الأخيرة النهاردة هنتكلم فيها عن مرض الانزلاق الغضروفي, طبعا فقرة طبية, هنتعرف على المرض ده, اللي هو مرض خطير ولا ممكن التعامل والتعايش معاه. ضيفنا في الفقرة دي هيكون دكتور مجدي جمال أستاذ جراحة العمود الفقري. هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي فقرتنا الإخبارية, ناخد جولة سريعة جدا في أهم الأخبار. مدينة شرم الشيخ بتستضيف النهاردة منتدى شباب العالم اللي بيقام في الفترة من 4 ل 10 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي, وبمشاركة عدد من رؤساء وملوك وأمراء دول ورؤساء حكومات وقيادات دولية بارزة, إضافة ل 3000 شاب من مختلف أنحاء العالم. الجلسة الافتتاحية للمنتدى هتشهد حضور عدد من رؤساء وملوك وأمراء دول, والمنتدى هيكون في 45 ورشة عمل. خلونا نروح مع حضراتكم نتابع التقارير عن المؤتمر ونرجع مرة تانية. بمشاركة 3000 شاب ينتمون إلى أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم, ينطلق اليوم منتدى شباب العالم في الفترة من 4 إلى 10 من نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي, الذي أعلن في أبريل الماضي في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم لينقل إلى العالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر. المنتدى سيتضمن عقد جلسات نقاشية لإجراء حوار معمق حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والتحديات العالمية التي تؤثر وتتأثر بالشباب, كما سيشهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات كضيوف شرف ومتحدثين رئيسيين في بعض الجلسات,
وسيرافق كل منهم وفود شبابية رشحتها منظمات واتحادات الشباب على المستوى الوطني. المنتدى سيمثل منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذي يطمح في بناء مستقبل أفضل لوطنه، ويناقش عدة قضايا على رأسها قضية الإرهاب، بالإضافة إلى الموضوع العام الذي تبناه الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة بعنوان تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة حوار مشتركة تسهم في جعل العالم مكاناً أفضل. كما تمثل جلسات المنتدى فرصة نموذجية لفتح الباب أمام الدمج الفعال لمنظور الشباب واحتياجاتهم وتحدياتهم في عملية صناعة السياسات والنقاش المجتمعي. عقد المنتدى على أرض مصر، مهد الحضارات وملتقى الثقافات، هو رسالة قوية للعالم بالمرحلة الجديدة التي تعيشها الدولة المصرية ودورها القوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يأتي هذا المنتدى تتويجاً لخمسة مؤتمرات سابقة ينقل من خلاله الشباب المصري رسالة إلى العالم لتأكيد أن مصر ستظل بلداً للمحبة والسلام والأمان رغم كل محاولات التشويه التي تستهدفها. زي ما أشرنا النهاردة يكون عندنا حوار مفصل عن منتدى شباب العالم، هنتكلم فيه عن الأجندة اللي هيتم مناقشتها، جلسات العمل والأهداف من المؤتمر. يمكن من الأخبار برضو النهاردة مستشفى ومعهد ناصر للبحوث والعلاج بيعقد المؤتمر الأول للجراحات التقويمية لتشوهات الوجه والفكين بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة. دكتور هاني راشد مدير معهد ناصر قال إن المؤتمر ده وغيره من المؤتمرات اللي بينظمها المعهد بصورة دورية بتأتي في إطار الخطة الشاملة لرفع وتحسين خبرات شباب الأطباء، وأكد إن الجراحات اللي هتتم طوال هذه الفترة الخاصة بانعقاد المؤتمر على مدار يومين هتبث مباشرة لتعميم الاستفادة وزيادة خبرات شباب الأطباء. معهد ناصر بيفتتح المؤتمر الأول النهاردة لجراحات تشوهات الوجه والفكين، هنتكلم عنها بشكل مفصل مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور هاني مصطفى مدير معهد ناصر. دكتور هاني صباح الخير. دكتور هاني صباح الخير. صباح الخير يا فندم. برحب بحضرتك وبسأل حضرتك طبعا عن المؤتمر اللي هيعقد النهارده بالتعاون مع كلية الطب جامعة القاهرة. طبعا احنا يعني في ضوء توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور احمد عماد الدين راضي بالاهتمام بشباب الاطباء وتدريبهم، احنا النهارده في مؤتمر الاول لجراحات الوجه والفكين. المؤتمر النهارده في حضور اكثر من 200 طبيب من مستشفيات وزاره الصحه والسكان ومستشفيات جامعه القاهره كليه طب الاسنان وايضا كمان مستشفيات القوات المسلحه. بيهدف المؤتمر لتدريب شباب الاطباء على كل ما هو جديد في قسم جراحه الوجه والفكين. النهارده وبكره محاضرات نظريه في استضافه خبير امريكي يمكن رقم واحد في العالم في تخصص جراحات الوجه والفكين، جوزيف ادوارد فانسيكلز موجود النهارده. هندي المحاضرات العلميه والنظريه النهارده وبكره ان شاء الله. يوم الاثنين والثلاث هيبقى في معهد ناصر التدريب العملي. الخبير الأمريكي هيشتغل 6 حالات منهم حالات نفق الدولة وحالات تأمين صحي، وهتم نقل العمليات من غرفة العمليات مباشرة لقاعة المؤتمرات الرئيسية بحيث يبقى شباب الأطباء بيتدرب على كل ما هو جديد. يعني المؤتمر هيكون فيديو كونفرنس ولا هيكون فعلا يعني هذا الطبيب هيكون موجود في المؤتمر؟ لا موجود بالفعل يا فندم، هو موجود حاليا في المؤتمر النهاردة المحاضرات النظرية والعلمية، ويوم الاثنين والثلاث هيشتغل بنفسه 6 حالات في معهد ناصر، والفريق الطبي بالكامل والأطباء هيشوفوا إجراءه للعمليات الجراحية. ومعايا الدكتور محمد عبد العزيز استاذ استشاري جراحه الوجه والفكين يكلم حضرتك فنيا على الدور الفني المهم لاقامه المؤتمر وورشه العمل مع حضرتك. اتفضل يا دكتور صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك وطبعا المزيد من التفاصيل المتخصصه في المجال ده. اهلا وسهلا يا فندم. احنا معنا دكتور ادوارد فان سيكلز من كنتاكي يو اس اي. دكتور ادوارد متخصص في جراحات المتخصصه في التشوهات للجمجمه والوجه والفكين،
فهو جاي يعمل ورشة عمل. الورشة العمل دي هتقدم تدريب لأطباء هنا على أحدث ما توصل إليه التكنولوجيا في علاج التشوهات، سواء من تخطيط على أجهزة الكمبيوتر ووضع خطط للعلاج بحيث أن النتائج تكون دقيقة وأكثر يعني إضاءة للمرضى. طبعا كل التكنولوجيا دي بنحاول احنا يعني نعلم بيها الاطباء في مصر ونمرنهم عليها، ونحاول ان احنا نكون سابقين في الموضوع ده، وان احنا نحاول نوريهم ان احدث ما توصل اليه الطب في المجالات دي، خصوصا ان جراحات تقويم الوجه والفكين تعتبر من الجراحات اللي فيها تحدي ووقت فيها صعوبه. والحقيقه ان احنا بتردد علينا في معهد ناصر نسبه كبيره من الناس دي، ومن الاطفال والناس والشباب سواء كان من الجنسين يعني. والحقيقه ان يعتبر المؤتمر ده من اول المؤتمرات اللي بتتكلم وبتحاول ان هي تدي تمرين عن الموضوع ده. ايه الجديد يا دكتور في مجال التقويم الخاص بالفكين والخاص بتشوهات الوجه نتيجه اخطاء ممكن تكون موجوده في الفم؟ والله يا فندم، هو معظم التشوهات اللي بتسبب او اسباب التشوهات الكبيره في الوش بيكون اسبابها دايما حاجات وراثيه او اصابات في السن الصغير، زي مثلا تيبس المفصل او حاجات ليها دعوه اكتر بال يعني حاجات يعني اقل انتشارا من مشاكل الاسنان. مشاكل الاسنان بتعمل مشاكل صغيره زي فقدان الاسنان في السن الصغير او الكلام ده كله، ده بيكون ده نوع تاني من الجراحات اللي هي الجراحات التعويضيه، ان احنا بس نضيف انسجه وعظم للوجه والفكين. تمام، وده لازم في سن صغير ولا ممكن مع السن الكبير يبقى فيه نتائج ايجابيه؟ والله يا فندم، هو في نوع انواع تشوهات بيبقى فيها تدخل في السن الصغير، وفي نوع انواع تشوهات لازم نستنى بعد ما يكتمل النمو. احنا عندنا يكتمل النمو بالنسبه للولاد عند سن تقريبا 18 سنه، وبالنسبه للبنات ممكن نقول 14 ل 16 سنه، فكل حاله بيكون ليها يعني طريقه العلاج الخاصه بيها. احنا بنعمل لهم اشعاعات مقطعيه وبنكشف عليهم اكثر من مره، وبنعرضهم على فريق كامل من الدكاتره، بيبقى في دكاتره تقويم ودكاتره اسنان ودكاتره التجميل ودكاتره جراحه الوجه والفكين ودكاتره جراحات المخ والاعصاب. كل الدكاتره بيتكاتفوا مع بعض عشان يدوا اكثر نتيجه مرضيه للمريض، وطبعا مع دكاتره العيون ودكاتره الانف والاذن يعني انما النوعيه دي من الخدمات المتطوره جدا بتقدم في معهد ناصر، لان هي مش بس يعني متطوره لكن كمان هي مكلفه جدا. هل الخدمات دي بتقدم في معهد ناصر؟ الخدمات دي بتقدم في معهد ناصر، وكمان بتقدم على نفقة علاج الدولة لما تكون الحالة مستدعية، وبرضه بنقبل كل حالات التأمين عندنا في معهد ناصر. فعشان كده معهد ناصر يعتبر من أكبر المستشفيات، الأطباء الموجودين فيها عندهم خبرة ويعني وباع في الموضوع ده. بمعنى ايه يا دكتور لو الحاجه لو الحاله محتاجه او مستدعيه الموضوع ده؟ لان لما بنتكلم عن جراحات تقويم او النوعيه دي من الجراحات بتكون تجميليه اكتر، فهنا ممكن ينظر ليه على ان هي رفاهيه مش على ان هي شيء اساسي. ما فعلا يا فندم، يبقى رد حضرتك هو الرد السليم. لما يكون يعني بيقولوا ايه دايما، ان في يعني في زي كده نقول كرايتيريا، او في ان في اتفاق على ايه اللي هو الجزء التجميلي وايه هو الجزء المريض محتاجه عشان يكون مقبول في المجتمع. فالناس اللي عندهم تشوهات بتخلي عندهم نوع انواع عدم القبول في المجتمع، دول طبعا بيدخلوا حتى بالامراض المباشر من المستشفى او سواء كان من نفقه الدوله او التامين، لان دي حالات فعلا يعني احنا كمستشفى وكاطباء لازم ياخدوا احسن علاج. ولكن الحاجات بقى اللي هو يعني تجميل شويه تجميليه او مشكله لا طبعا دي نوعا ما الدوله يعني بتدي اولويه للناس اللي طبعا عندهم امراض اكتر محتاجين علاج اكتر. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكر كمان دكتور هاني مصطفى مدير معهد ناصر. من الأخبار اللي شغلت السوشيال ميديا موضوع تعدي أحد النواب على مسؤولة الأمن بجامعة الفيوم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن الوزير دكتور خالد عبد الغفار هيستقبل مسؤولة الأمن بحرم جامعة الفيوم للتكريم، تقديرا لإخلاصها في عملها والالتزام بواجباتها الوظيفية وفقا للقانون. الوزارة أشارت إلى أن تصرفات النائب البرلماني التي قام بالاعتداء على مسؤولة الأمن بحرم جامعة الفيوم غير مقبولة، وده بعد الاطلاع على تقارير وفيديوهات إدارة جامعة الفيوم الخاصة
بالحدث. طبعا احنا منتظرين دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان هو ياخد اجراء ناحيه الموضوع، لان لا يكفي ابدا ان احنا عشان نكرم موظفه اتهانت وتم صفعها وهي بتادي عملها من قبل نائب في البرلمان وتم تهديدها او خلافه، زي ما شفنا الحقيقه الفيديوهات كانت واضحه جدا، مش كافي ابدا ان الوزير يستقبلها عشان يكرمها. هو التكريم رقم واحد ان هي تاخد حقها، يعني ان رئيس البرلمان يبقى في تصرف مع هذا النائب اللي عمل هذا التصرف المرفوض تماما، وبعدين بعد كده نبقى نتكلم بقى ان احنا نستقبلها ونكرمها وغيره، انما التكريم اولا ان هي تحصل على حقها، ده شيء يعني منطقي وبديهي جدا. طيب رياضيا نروح بقى للخبر الاهم النهارده، والنادي الاهلي عنده مهمه صعبه جدا لما هيخوض مباراه اياب نهائي دوري ابطال افريقيا قدام فريق الوداد المغربي، الفريق القوي العنيد واللي ظهر بشكل مميز في مباراه الذهاب وقدر يطلع بنتيجه ايجابيه في صالحه. المباراه اللي كانت اقيمت في برج العرب في الاسكندريه وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وبالتالي الاهلي محتاج انه يسجل النهارده، لانه لو انتهت المباراه بالتعادل السلبي ده معناه فوز الوداد بالبطوله. وطبعا بنفكر حضراتكم ان الفايز باللقب هيتاهل لخوض منافسات كاس العالم للانديه في الامارات. للمزيد من المتابعه معانا على التليفون الكابتن احمد عبد الرازق المعلق الرياضي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا استاذ ايمان، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، وطبعا يعني احنا مستبشرين خير ان شاء الله بالاهلي، ممكن يحصل اللي حصل قبل كده مع النجم الساحلي ويحقق مفاجاه الاهلي. احنا هنا بنتكلم عن ملعب محمد الخامس، احنا عارفين الملعب ده طبعا يعني نوعيه التشجيع فيه عامله زي نوعيه الجمهور المغربي، يعني الملعب يخض نفسه. فهل نتوقع ان الاهلي حقق المفاجاه اللي حققها قبل كده قدام النجم؟ اولا خلينا ارحب بك يا استاذ ايمان، وخلينا ارحب بكل الساده المشاهدين مره ثانيه. والنهارده الساعه 10 الكل سيجتمع على قلب رجل واحد في استاد محمد الخامس. الحقيقه استاد محمد الخامس استاد يعني يكاد يمتلئ النهارده، يكاد يمتلئ عن اخره من المشاهدين والمتابعين. الحلم بالنسبه للفريق الوداد المغربي انه يحقق البطوله الثانيه له على مدار تاريخه، يمكن هو حقق بطوله دوري ابطال افريقيا مره واحده فقط لغير، على عكس طبعا النادي الاهلي النادي الكبير اللي حقق البطوله اكثر من 8 مرات. فبالنسبه لهم ده بالنسبه لفريق الوداد ده دافع مهم ودافع قوي جدا هيخليهم يعني عندهم حماس غير عادي في هذا اللقاء. لكن خلينا الاخر بالنسبه للنادي الاهلي، التاريخ وفقا للتاريخ او تتكلم وفقا للتاريخ والمعطيات اللي بتتكلم عليها بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو نفس القصه مع امام الصفاقسي عام 2010 امام الترجي عام 2015. الحقيقه تاريخ النادي الاهلي دائما وابدا الجماهير والمحبين النادي الاهلي عندهم او في مصر بشكل عام عندهم ثقه كبيره في فرقتهم، انهم حتى لو النتيجه كانت غير مرضيه زي نتيجه مباراه الذهاب نتيجه 1-1 غير مرضيه، ممكن بشكل كبير جدا ان النتيجه في مباراه العوده النادي الاهلي يحقق انتصار. النادي الاهلي يكفي فقط لغير الفوز 1-0، لكنه بيتعامل كابتن حسام البدري مع معطيات برضه في المباراه، معطيات وهي غياب ابرز اللاعبين وابرز النجوم النهارده في مباراه اليوم. يمكن علي معلول هو ابرز الغيابات، واحد من نجوم الجبهه اليسرى اللي كان بيعتمد عليهم في المباراه السابقه مباراه النجم الساحلي مباراه الترجي. مين هيكون مكانه؟ هو الشكل العام او المعطيات كلها بتتكلم عن حسين السيد. أيوة. هو اللي هيكون مكان علي معلول، وده يمكن هو تملي هو الظهير الايسر رقم 2 في ترتيب المكان دوت كابتن حسام البدري برضه بيعتمد عليه، لان المقومات علي معلول غير مقومات حسين السيد، لان طبعا واخد فرصه كبيره وعنده طموح كبير ان هو يعمل انجاز في مباراه اليوم. يمكن برضه في غياب حسام عاشور في نص الملعب. أيوة. لان رامي ربيعه هيكون برضه موجود في الجزئيه ديت في مركز نص الملعب. يمكن برضه النادي الاهلي بيتعامل مع مدرب، بس اللي احنا سامعينه ان رامي ربيعه يمكن هيكون في الدفاع اكتر، يعني كان في كلام فعلا ان هو هيكون في نص الملعب مع السوليه، بس الكلام اللي بيتداول اللي بيتم تداوله دلوقتي ان هو هيكون في قلب الدفاع.
خليني اقول لك ان تشكيله نادي الاهلي، تشكيله نادي الاهلي اللي استقر عليها كابتن حسام البدري يمكن هو مكان واحد فقط لغيره، مكان يعني هو استقر بنسبه على 10 لعيبه، لكن هو مكان واحد فقط لغير الذي لم يستقر عليه اللي هو مركز نص الملعب. هل هو قصه رامي ربيعه؟ هل رامي ربيعه يلعب في مركز نص الملعب في الديفندر، ولا يرجع مساك ومحمد هاني يبقى باك يمين واحمد فتحي اللي يخش جنب عمرو السوليه؟ لان تقريبا النسبه بتاعه الاثنين ان هم 50-50، يعني ممكن احمد فتحي يلعب في نص الملعب جنب السوليه، ورامي ربيعه يلعب ورا بجوار سعد سمير، ومحمد هاني يبدا كباك يمين، ويمكن محمد هاني برضو من اللعيبه اللي عندها المقاومات الهجوميه عاليه جدا. وده تغيير المره دي برضو عامله كابتن حسام البدري ان محمد هاني يبقى في الجبهه اليمنى. انا بكلم حضرتك ان محمد هاني كلاعب عنده مقاومات هجوميه عاليه جدا، لان المباراه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي لابد ان الاهلي يتعامل مع المباراه ان هي مباراه مباراه واحده، ننسى المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت وكان لم يكن، مباراه النهارده ان لابد ان الاهلي يفوز فيها، يعني مباراه النهارده هي دي مباراه النهائي، مباراه النهائي يعني خلينا نتنحى جانب عن مباراه الذهاب، انما مباراه اليوم هي مباراه النهائي فقط لا غير. احمد فتحي في الوسط برضو حضرتك شايف ده برضو من ضمن التغييرات اللي حصلت. انا وجهه نظري لو حضرتك بتتكلم عن وجهه نظري احمد فتحي النهارده، احمد فتحي امن بشكل كبير في نص الملعب جنب السوليه ورامي ربيعه، يبقى انت ما غيرتش مكان رامي ربيعه، هو مركزه اساسا مدافع او مساك، يبقى هو في نفس المكان. احمد فتحي في نص الملعب ده بطبيعه الحال ان احمد فتحي بيلعب في نص الملعب، ومحمد هاني في نفس المركز ان هو في مركز الظهير الايمن. لو قلبت القصه ورامي ربيعه يلعب في نص الملعب، يبقى انت كده غيرت، بدل ما غيرت مركز واحد لا غيرت مركزين او ثلاث مراكز. شكرا جزيلا النقد الرياضي كابتن احمد عبد الرازق، وطبعا كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده اللي بيمثل مصر في نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب نروح بقى دلوقتي عشان نتعرف على اخبار المرور، ايه اخر اخبار الزحمه في شوارع القاهره والجيزه، نتعرف على الحاله المروريه مع تطبيق بيقول لك الالكتروني. نبدا مع حضراتكم بكوبري اكتوبر المتجه من مدينه نصر للمهندسين شغال. لو رحنا في الاتجاه الثاني كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر كمان مش بطال. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد كويس. وكوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين بيتحرك. طبعا راعي ان احنا النهارده يوم السبت، فبرضو الحركه في شوارع القاهره والجيزه مش زي ايام الاسبوع اللي فيها بقى شغل ومدارس وغيره. زي ما حضراتكم شايفين معانا على الهواء دلوقتي صلاح سالم من المطار للكورنيش جميل. والاتجاه الآخر من صلاح سالم المؤدي من الكورنيش للمطار كمان بيتحرك. لو رحنا المحور من الشيخ زايد للمهندسين برضو بيتحرك. والاتجاه الآخر المحور من المهندسين للشيخ زايد كمان شغال. يبقى بالتالي زي ما حضراتكم شايفين اللي عنده مشوار بقى يروح يخلصه دلوقتي. طيب من المرور نروح دلوقتي عشان نتعرف على درجات الحرارة، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة، بعدها نخرج لفاصل عشان نقابل حضراتكم بعدها في فقرة الصحافة.
dans ce monde. Tous ensemble, soyez heureux dans ce monde. هنكملها ايامنا جايتنا نستنى ليه جاي اللي الدنيا بحالها وشباب الدنيا مالها الفرحة دي هنكملها ايامنا جايتنا نستنى ليه tous ensemble faisons la paix dans ce monde tous ensemble soyez heureux dans ce monde.